تسليم شبوة بالكامل للحوثيين باتفاق بين محافظ المحافظة بن عدو وحكومة صنعاء. لنشاهد التفاصيل. كشف مسؤول بارز في حكومة صنعاء أنصار الله الحوثية اليوم عن وجود تفاهمات مع محافظ محافظة شبوة جنوب اليمن القيادي في حزب الإصلاح محمد صالح بن عدو لتسليم مديريات المحافظة الغازية شبوة لحكومة الحوثيين في صنعاء. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء الحوثية حسين العزي على موقع التدوين المصغر تويتر معلقا على صورة لبن عدو وهو مبتسم: يدرك جيدا بأنه لا أحد يمكنه أن يضمن صمود هذه الابتسامة الجميلة سوانا. وتابع قائلا: لذلك كان أذكاهم على الإطلاق، بإشارة إلى أن بن عدو الذي اعتبره أذكى قيادات حزب الإصلاح الذي هم على تواصل مع الحوثيين في حكومة صنعاء. ووجه العزي تحية لبن عدو واصفا إياه بابن العم. ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بن عدو بتسليم 3 مديريات في شبوة لقوات صنعاء، متخذا ذلك مبررا لإسقاط حزب الإصلاح والسيطرة على بقية مناطق المحافظة، وهو ما بدأه الانتقالي بلقاء تشاوري لقبائل شبوة داعيا إليه القيادي المؤتمري جناح أبو ظبي عوض الوزير العولقي. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.